for display للعرض or to the public للعامة عامة الناس and often for scientific study أو للدراسة العلمية. من كل ده يا مستر أنا هعمل لك دلوقتي مربع على كلمة. أوكي أي فعلا بالضبط اللي هي plants. أوكي لو شفت plants نباتات لازم أحط إيه botanical garden. يبقى البوتانيكال جاردن is an establishment where plants نباتات are grown for display to the public and often for scientific study. يعني يا مستر بوتانيكال جاردن حديقة نباتية. نمبر 2 is the opposite of ugly عكس لازم اركز كلمة opposite عكس ugly يعني قبيح عكسها يا مستر attractive يا مستر يعني جذاب عكسها ugly تمام وانت بتحل حضرتك برضو لازم تستبعد اوكي نمبر 3 peaceful has the same meaning as peaceful had اختار calm ولا quiet ولا noisy ولا A and B اخد بالي بقى ان calm هادئ و quiet هادئ فلازم اختار ايه A and B نمبر 4 our house is attractive منزلنا جذاب attractive معناها ايه اللي عرفنا مستر معناها عشان it means معناه attractive يبقى ايه beautiful جميل number 5 is a tank of water خزان من الماء which in which fish وفيش يا مستر فيش اسماك and other water creatures ومخلوقات مائية and the plants نباتات are kept محفوظة موجودة يبقى اختار يا مستر هنا ايه aquarium بمعنى متحف احياء مائية 6 modern and ancient كلمة modern حديث و ancient يعني قديم عتيق فتختار يا مستر هنا ايه انترمز اللي هم ايه يا مستر انترمز فكرني كده اللي هو المضاد نمبر 7 تو جيفز اوبسيت تدي عكس كلمه يوجوال بضيف ايه ان يوجوال تمام الشرح اللي بعدها نمبر 8 اذا بيلدينج اور روم هو مبنى او غرفه كونتيننج تحته على كولكشنز مجموعات اوف بوكس الكتب and sometimes films احيانا ايه افلام for people to read and borrow اوكي هختار يا مستر هنا هختار لايبراري لايبراري يعني ايه يا مستر مكتبه للقراءه والاستعاره مكتبه مدرسيه نمبر 9 وي كان ميك ان ادجكت احنا ممكن نكون الصفه فروم يوز هتبقى ايه يوزفول يا مستر بمعنى مفيد نمبر 10 از ان استابليشمنت مؤسسه او هيئه او منظمه وير يو كان سيف اند بورو ماني فلوس ماني فلوس بختار ايه بنك او مصرف 11 are a statue تمثال building مبنى or other structure او تركيب okay erected to